تعرض ذلك الفنان السوري لوعكة صحية مفاجئة كادت أن تنهي حياته. العناية الإلهية والتدخل الطبي العاجل أنقذاه في اللحظات الأخيرة. الأزمة جاءت بعد وقت قريب من بكائه على الهواء وطلبه العون. ممثل سوري معروف أصبح حديث الساعة بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة. التكهنات والأقاويل انتشرت بشأن السبب الحقيقي وراء انهياره. الاتهامات طالت الأوضاع بالوسط وما آل إليه حال الفنان الباكي. مع القصة هو بسام دكاك، الوجه الفني المعروف الذي دخل إلى المستشفى بعد أن خارت قواه فاقداً الوعي بعد توقفه عن الحركة تماماً ونقله إلى غرفة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بعد وصوله إلى تلك الحالة التي كانت تستدعي سرعة التدخل. ولكن كتب له القدر العيش من جديد، وبعد إسعافه طمأن بسام جمهوره وأنه يستعد لإجراء عملية دقيقة. فما قصة بكائه على الهواء وما علاقتها بالأزمة؟ منذ وقت قريب وقبل الواقعة خرج بسام دكاك على جمهوره بجرأة غير معهودة واعترف بأنه وصل إلى هذه المرحلة الصعبة التي لا يملك فيها ثمن عشاء منزلي وأنه على مشارف مد يديه لطلب المساعدة من الناس. لام الفنان الدراما السورية على الحال التي وصل إليها وانتقد طريقة اختيار الفنانين بالأعمال الحديثة والمعايير التي ابتدعتها شركات الإنتاج، وقال إنه أصبح بلا عمل ولا يجيد أي حرفة أخرى غير التمثيل، وأنه لا يملك قوت يومه الآن ولا يدري ماذا يفعل في مثل هذه الظروف العصيبة. ليس هذا فحسب، ولكن أثناء حديثه لم يتمالك الرجل نفسه من البكاء حزناً على الحال التي وصل إليها، رغم أنه أعطى للمهنة والفن الكثير من العمر والصحة والشباب. دكاك ليس ممثلاً مبتدئاً، فهو من مواليد يناير لعام 1969 في مدينة دمشق. هو نجل شقيق الممثل السوري الراحل حسن دكاك، وبدأ مسيرته الفنية من المسرح الشبيبي، وأول ظهور له على الشاشة الصغيرة كان منذ 29 عاماً في عام 1995 بمسلسل قصص بوليسية، واقتصر دوره وقتها على عنصر شرطة، وقدم أول أدواره التلفزيونية لاحقاً بمسلسل حي المزار قبل حلول عام 2000، لكن انطلاقته الحقيقية كانت من خلال دوره في مسلسل بطل من هذا الزمان والذي حقق نجاحاً كبيراً. حصل بسام دكاك على العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان دمشق السينمائي الدولي عن دوره في فيلم صباح الليل عام 2011، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم الحدود. ويتميز بقدرته على أداء مختلف الأدوار، سواء أكانت أدواراً كوميدية أو درامية أو اجتماعية، كما يتمتع بحضور فني قوي وكاريزما مميزة. ولكن كل هذا التاريخ الفني الحافل لم يشفع للرجل الذي أصبح لا يمتلك قوت يومه.